السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم نتكلم عن موضوع اللي هو فرط او نشاط الغدة الدرقية الزائد، عكس الموضوع السابق اللي كان عن قصور الغدة الدرقية. موضوع مرة مهم، بنتكلم عن اعراض، بنتكلم عن المسببات، بنتكلم عن المضاعفات، وبنتكلم عن العلاج. ترقب الموضوع. من موضوعنا السابق عرفنا اهمية الغدة الدرقية في النمو البدني والجنسي، وقلنا انها مهمة في عمليات الايض. لذلك لما عندنا فرط نشاط الغدة الدرقية يعني عندنا الهرمونات تبع الغدة الدرقية زائدة، يعني زائدة يعني زادت عمليات الايض، زاد الهضم عندنا، فصار عندنا من اول الاعراض نقصان في الوزن. العرض الثاني عندك خفقان في القلب، تلقى القلب غير منتظم، دائما يحس بخفقان في القلب. العرض الثالث تلقاه دائما قلق، نظرته حادة ومتهيج ومتوتر، دائما ما هو مستقر. العرض الرابع قلنا ان عنده نقصان في الوزن، لكن هنا تلقاه ياكل كثير، يشتهي كثير، ومع ذلك عنده نقصان في الوزن. العرض الخامس تلقاه شخص يتعرق كثير، بيتعرق بشكل غير عن المعتاد. العرض السادس تلقاه عكس قصور الغدة الدرقية، كأنه كان يشعر في برودة بالأطراف ويكره الأجواء الباردة، هنا لا، يشعر في حرارة ويكره الأجواء الحارة، دائما محتر الشخص. العرض السابع تلقى عنده رعشة، لما يمد يدينه تلقاه فيه رعشة خفيفة. ونضيف للأعراض اللي ذكرناها، قد يكون عند الشخص صعوبة في النوم وأرق، قد يكون مع انتفاخ في العين أو تورم في العين أو احمرار في العين نتيجة العصبية المزمنة عند الشخص، قد يكون عنده سرعة في الأمعاء فممكن يكون عنده إسهال، وقد تكون عنده الغدة منتفخة نتيجة زيادة في الهرمونات اللي تفرز من الغدة الدرقية، فتلقاه منتفخة وعنده صعوبة في البلع ممكن. الآن بنتكلم عن الأسباب والمضاعفات. من ضمن الأسباب الأشياء الجينية، تكون أحد من الأهل أو الأقارب عنده فرط في نشاط الغدة الدرقية أو قصور في الغدة الدرقية، فيكون شيء مناعي يعني خصوصا يخص الغدة الدرقية. العامل الثاني قد يكون في ورم نفس الغدة الدرقية. السبب الثالث قد يكون في التهاب في الغدة الدرقية. الآن نجي نتكلم عن المضاعفات. بما أنه ذكرنا أن الشخص عنده خفقان في القلب، فيعني عنده مشاكل في القلب، يعني قد يؤدي إلى سكتة دماغية، قد يؤدي إلى فشل في القلب، هذا واحد. شيء ثاني قد يكون عنده هشاشة في العظام وألام في العظام وألام أيضا حتى في العضلات. طيب المضاعفة الثالثة قد يكون عنده تساقط في الشعر. المضاعفة الرابعة زي ما ذكرنا قد يكون عنده تورم في العين واحمرار في العين. المضاعفة الخامسة قد يكون عنده احمرار وتورم في الجلد خصوصا في الساقين في الأرض. الآن نيجي للعلاج. بعد ما يتم تأكيد التشخيص أنه فعلا الشخص عنده فرط نشاط في الغدة الدرقية عن طريق تحاليل خاصة للغدة الدرقية وأشعة، هنا يضطر أما يأخذ علاج حبوب تأخذ مثل اليود المشع وغيره، أو أنه يسوي عملية جراحية، لأنه ذكرنا أنه أحيانا يكون الشخص معه انتفاخ في الغدة الدرقية، فإنه يحتاج يسوي عملية جراحية زي الغدة الدرقية هذه. أتمنى أني قدرت أفيدكم. موضوع فرط نشاط الغدة الدرقية تكلمنا في الموضوع السابق عن قصور الغدة الدرقية، واليوم عن الفرط والنشاط الزائد في الغدة الدرقية. بنزل صورة توضح لكم الفرق بين الأعراض بين الاثنين، وأتمنى منكم النشر، وفي أمان الله كريم.